عدنا إليكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل عشان نختتم هذه الحلقة. سؤال حلقة أمس كان يقول متى تم بناء سور الشحر؟ طبعا الفائز معنا في سؤال جمهور حلقة يوم أمس كان إبراهيم عبد الله بن دحمان. ألف مبروك يا إبراهيم. اليوم مع الفائزين اللي بيطلعون معنا الآن في من المتصلين راح تتوجه إن شاء الله يوم غدا إلى فرع مجوهرات بمسلم في عمارة باجرش لاستلام الجائزة المقدمة من الراعي. مجوهرات بمسلم موجودة. ومن المتصل الأول معنا يا ترى؟ طبعا هنا في تنتين نزل واحدة نخلي واحدة. المتصل الأول معنا يا ترى؟ اسمها فاطمة على عبولان. فاطمة على عبولان، ألف مبروك يا فاطمة، دخلتي معنا أو فزتي معنا بجائزة مقدمة من راعي هذه الحلقة أو راعي هذا البرنامج بشكل كامل، مجوهرات بمسلم. ومن يا ترى المتصل الثاني اللي راح يكون سعيد الحظ معنا اليوم؟ والأم هذه شاركت معنا في عدة حلقات منذ بداية البرنامج. والفائزة معنا أم زهرة خالد با صحبة. أم زهرة خالد با صحبة، ألف مبروك يا أم زهرة، فزتي معنا وفزتي معنا بجائزة مقدمة من راعي هذا البرنامج مجوهرات بمسلم. إن شاء الله أنت يا أم زهرة وفاطمة عبولان عليكم إن شاء الله تتوجهون بكرة إلى فرع مجوهرات بمسلم في سوق الشحر لاستلام الجوائز المقدمة من الراعي. كما أيضا مشاهدينا الكرام اللي ما حلف الحظ واللي ما فاز معنا، إن شاء الله لازالت الحلقات مستمرة إلى نهاية هذا الشهر الكريم. سؤال الجمهور لحلقة اليوم يقول: في أي عام تم بناء الجسر الصيني بالمكلا؟ في أي عام تم بناء الجسر الصيني في المكلا؟ أرسل إجاباتكم على الرقم التالي 775155941، هذا الرقم الخاص باستلام الإجابات. مشاهدي الكرام طبتم وطاب مساءكم، في أمان الله وحفظه، سحورا مباركا. كان معكم أخيكم هشام العماني من برنامج مسابقة شهر الغفران على قناة عاد. السلام عليكم.